بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي المحاضرة الأولى مادة سيرف ماشينز. عنوان المحاضرة Introductions، ونتعرف فيها على Types of Motion. الأوتلاين بتاع المحاضرة، الحاجات اللي هنتكلم عليها النهاردة: Definitions، Common Type of Mechanism، Degree of Freedom. هنعرف في Examples للDegree of Freedoms. هنتعرف في النهاية على Condition اسمه كراشوف لو، بعض الExamples على Condition دوت. سيرف ماشينز هي المادة اللي بتتكلم على الميكانيزمز والاجزاء من الماكينات ريليتيف موشن بينهم وبين بعض، تمام، والفورسز اللي اكتنج اون ذم. الماده دي المفروض ان هي يكون اي انجينير عارف بيها، ميكانيكال انجينير، تمام. اللي بنعرف نوت على الماشين اللي هي الميكانيزم ديزايند فور بيربوز اوف ترانسميتنج فورس اند تورك، زي اللي موجود عندي مثلا في البرينتنج ماشينز. ده بيبقى في بعض الميكانيزمز اللي هي بتنقل التورك بتنقل الفورسز، دي بتسميها ماشينز. الانجن عندي بيكون مجموعه من الاجزاء بتاعته ميكانيزمز برضو بتنقل فورسز وتورك للعجل، تمام. كل ده اكزامبلز للماشينز اللي ممكن نتعامل معاها. بنتعرف بعض الديفينيشنز اتعرفناها قبل كده وقت في الميكانكس، وبتاكد عليها ان الداينامكس لما انا اتعامل مع الفورسز وزير افكت يبقى دوت الداينامكس. الكيناماتكس بيبقى هي بتعامل مع الموشن من غير ما ادرس الفورسز اللي مأثرة على الميكانيزم او البادي. الكاينيتكس الستادي اوف فورسز ان سيستم ان موشن. الاستاتيك بيبقى السيستم ات ريست وبعمل نيجلكت للحركه بتاعتي وبدرس الفورسز بس. بنعرف حاجه نوت اللينكس تايب اوف لينكس. في عندي اللينك دوت بيبقى موجود فيه نودز. النودز دهيت هي الاجزاء اللي هي على الحرف دهيت اللي هي متعلقه بالنقط دهيت، بيبقى كونكتد ما بينها وبين بعض. بعد كده هوت عندي في انواع اللينكس، بتبقى عندي في سوليد لينكس او ريجيد لينكس زي موجود الكرانك شافت كونكت جرود والفلاي ويل. في عندي فليكسبل لينكس او نوت ريجيد زي السبرينجز والبيلتس والروب. بقسم الميكانيزم النودز اللينكس عن طريق تقسيمة النود. بيبقى فيه عندي باينري لينك اللي هو فيه تو نودز اللي هو موجود عندي فوق هنا هوت. في عندي تراي لينك اللي هو موجود فيه عندي هنا هوت. في عندي هنا هوت في فور نودز موجود عندي في اللينك الاخير. الجوينت في عندي انواع الجوينتس اللي موجودة. في عندي اول حاجه ريفولف جوينت اللي هو بيعمل روتيشن بس اللي هو موجود هنا اهوت اهوت ده بيعمل روتيشن، تمام. هنا اهوت بيعمل حركه ترانسليشن بيتحرك يمين وشمال، تمام. اخر نوع في السطر الاولاني اهوت بيتحرك هيليكال زي السكرو. التلات انواع دولت بتعملوا حركه واحده بس فبنسميها 1 ديجري اوف فريدم، وهنتدخل نتعرف عليها بعد كده اهوت برضو. الجزء الثاني نوت اللي تحت نوت ده سلندريكال فمسموح له بالحركه الروتيشن والترانسليشن فهيبقى 2 ديجري اوف فريدم. الجزء اللي بعديه دوت اسفيريكال زي ما يكون في كوره موجوده جوه السيت بتاعها والمقعد بتاعها فبتعمل عندي 3 ديجري اوف فريدم حوالين كل اكسيس بتعمل دوران. او بيكون عندي بلين هنا اهوت البادي دوت موجود عندي على بلين وبيقدر يتحرك في اتجاه الاكس والواي، بالاضافه ممكن يعمل دوران عندي. دلوقتي السكس تايب اوف موشن اللي موجوده عندي راجعهم تاني: ريفولف وبريزماتيك هيليكال سلندريكال اسفيريكال او بلانر. الجوينتس يا اما عندي بتبقى عندي بوينت او لاين اوف سيرفيس دوت طبقا للكونتاكت. هنا اهوت في النوع الاولاني هنا اهوت في عندي الكونتاكت هنا اهوت عن طريق بوينت نوت موجود عندي نوت او نوت في النقطه نوت برضو في بوينت نوت عندي موجود عندي. بنقسمها برضو على الفيزيكال كلوزر ان هي بتبقى عندي متحدده باي جيومتري زي الميكانيزم او اللينك اللي موجود على اليمين، ان انا في تجويف عندي وبقدر اتحرك جواه، يبقى التجويف دوت هو دوت اللي بيحدد لي الحركه جواه. اما بالنسبه للميكانيزم دوت فانا عندي نوت لازم عشان يفضل موجود هنا هوت في الوضع دوت او البوزيشن دوت لازم اثر عليه فورس خارجيه عشان يفضل ملامس البلين اللي تحت، يبقى اللينك اللي عندي دوت لازم اثرت عليه فورس خارجيه عشان اقدر احركه
في اتجاه الاكس او اعمل دوران وفي نفس الوقت يفضل محافظ على البوزيشن اللي هو موجود فيه دوت. بقسم برضو اللينك الجوينتس بعدها على حسب النمبر اوف لينكس ناقص واحد. لو انا بصيت على الميكانيزم الاولاني هلاقي فيه 2 لينكس تمام، يبقى انا هوت في عندي 1 جوينت اللي هي موجوده في النص هوت تمام. بالنسبه للميكانيزم دوت يبقى في عندي الجوينت اهو عندي 3، لان انا عندي 3 لينك، ادي لينك واحد ريفرنس ثابت، اللينك الثاني دوت بيتحرك، واللينك برضو الاخير دوت بيتحرك حوالين الريفرنس بتاعي. يبقى عندي هنا اهوت سكند اوردر جوينت و2 ديجري اوف فريدم، هنا فيرست اوردر جوينت 1 ديجري اوف فريدم، لان انا سامح له بس بالدوران اهوت بالنسبه للفيكسد لينك اللي هو واحد اللي هو الثابت. اكوردنج نمبر اوف ديجري اوف فريدم بنقسم الجوينت لفول جوينت اللي هو 1 ديجري اوف فريدم او هاف جوينت 2 ديجري اوف فريدم. يعني انا عندي الميكانيزم اللي موجود فوق هنا اهوت الاثنين دولت دوت قلنا عليهم 1 ديجري اوف فريدم، لان انا سامح هنا اهوت دوت فيكسد، اللينك ده فيكسد، اما اللينك دوت سامح له بالحركه في اتجاه واحد اللي هو الدوران حوالين اللينك الفيكسد، فده 1 ديجري اوف فريدم، فدوت بنسميه فول جوينت. الميكانيزم الثاني دوت برضو انا بيحصل سلايدنج انا اهوت بس داخل التجويف دوت، فانا نتيجه ان انا جوه التجويف انا اهوت حركه واحده فدوت يبقى 1 ديجري اوف فريدم تمام. لو انا نزلت على الميكانيزم اللي تحت دوت هلاقي ان انا بدل ما هو كان بيعمل سلايدنج فقط بقى بيعمل سلايدنج وفي نفس الوقت اللينك بيعمل دوران، فاصبح 2 ديجري اوف فريدم فبنسميه هاف جوينت. برضو انا اهوت الميكانيزم دوت بيعمل 2 ديجري اوف فريدم على البلين فدوت بنسميه هاف جوينت. بنعرف اي فريم ثابت بنسميه فريم، ودوت الجسم دايما بيبقى حواليه 1 فريم بس تمام. الميكانيزم هو عباره عن مجموعه من اللينكس كونكتد لبعض في مسموح لهم بالحركه، بنقدر نعمل لهم اناليسيس. ده احد انواع الميكانيزم اللي احنا بندرسه اللي هو سلايدر كرانك ميكانيزم. انا هنا اهوت عندي البارت رقم واحد او الجزء رقم واحد هو الجراوند اللي هو الفيكسد فريم، 2 هو الكرانك هو الدرايفر، الكونكت رود رقم 3، اما السلايدر او الجزء اللي بيحصل له سلايدرنج هو الجزء رقم 4. دوت موجود عندي الميكانيزم دوت موجود في الانترنال كومباشن انجن، موجود برضو في البرينتنج ماشينز، موجود عندي في الميكانيزم دوت ممكن يكون موجود في البانشنج ماشين زي ما هندرسها عند في الكورس. بنقول ملحوظة انا هوت ان انا عندي دايما 1 ستيشنري فريم موجود في الميكانيزم، ودايما بنعمل بنروز له بالرمز رقم 1. يعني انا عندي الستيشنري فريم ان هوت رقم 1 كونكتد بلينك رقم 2، وان هوت السلايدر كونكت بسلايد على الستيشنري فريم برضو بديله رقم 1 لان هو فريم 1 ثابت في الميكانيزم. نوع تاني من انواع الميكانيزم بنسميه الكام، والكام دوت بيبقى موجود عندي فيه كام وفيه فولور. اول نوع عندي ان هوت الفولور ان هوت بياخد شكل النايف وبيتحرك حركه تردديه لينير كده لفوق وتحت مع دوران الكامه اللي هي نوت سلندريكال. النوع التاني ان هوت بيبقى عندي برضو عشان اقلل الاحتكاك ما بين الكامه وما بين الفولور حطيت هنا اهوت سيركل تمام او جزء من سلندر، او بيبقى هنا اهوت فلات فيسز دوت احد انواع الكام. كام نوع تاني بيبقى موجود عندي الكونتاكت بتاعي بيبقى موجود هنا اهوت سفيريكال تمام فيس، ودوت برضو هيتحرك حركه تردديه. اما لو انا ثبت هنا اهوت الفولور من الناحيه دي تمام، فدوت بيتحرك حركه تردديه لفوق وتحت دائريه حوالين السنتر دوت تمام. برضو انا اهوت نوع تاني من انواع الكام، الفرق هنا اهوت ان كان بقى فيه المحور اللي بيتحرك فيه الفولور غير المحور بيتحرك فيه الكام، ودوت ممكن يتم برضو عندي في انواع الكام. الكام هنا اهوت بيبقى عندي هو دوت الميكانيزم الوحيد اللي فيه 3 كومبوننت فقط، في عندي جراوند، في عندي الفولور، والكام. دايما بيبقى عندي اي ميكانيزم تاني 4 عدا الكامز بس.
نوع تاني من انواع الكام بنسميه سلندركال كام. السلندركال كام ده هي بيبقى عندي فيه سلندر، والسلندر ده هي لما بتلف بيبقى فيها الفولور، وبيبقى يتحرك حركة ترددية زي الميكانيزم دوت، او الكام ده هي برضو بتتحرك حركة رايح جاي. يبقى لو انا دوت هتحرك الفولور رايح جاي لينير، وهنا هتحرك في قوس من دايرة، تمام؟ بنأكد على ان الكامز ده هي الميكانيزم الوحيد اللي فيه ثلاثة لينكس فقط، اللي هما الفريم الفيكسد فريم والكام والفولور. اما اي ميكانيزم تاني بيتحرك بيتكون من اربعة لينكس على الاقل. نوع تاني من انواع الميكانيزم اللي هندرسها الجيرز. الجيرز لها انواع كتير. اول نوع هو السبير جير اللي هو بنقول عليه اسنان عدلة. النوع التاني بنسميه الهيليكال جير، السنة بتبقى مايلة، ودوت في الديزاين عشان تشيل لود اكتر، تمام؟ النوعين دولت الاكسس بتاعهم بيبقى بارل لبعض زي ما هندرس بعد كده. والنوع اللي بعد كده هو بنسميه البيفل جير. لو انت بصيت هنا في البيفل جير هتلاقي الاكسس بتاعه هنا هو عمودي على الاكسس التاني انترسكتد مع بعض، بقدر انقل الحركة من فيرتيكال الى الهوريزونتال جير، تمام؟ النوع الاخير هنا دوت بيبقى موجود عندي في راك اللي هو عبارة عن ترس صغير بنسميه البينيون، ده البينيون وفي الراك دوت راك اند بينيون، ودوت بنستخدمه في تحويل الحركة الدورانية الى حركة خطية. دوت موجود عندي في المخرطة، تمام؟ موجود عندي في الدركسيون بتاع العربية، بتاعت العربيات القديمة كان عندي بعمل الدوران بيحرك لي ترس البينيون دوت، بيخلي العجلة تتحرك يمين شمال، او في المخرطة بيديني برضو ان انا اقدر احرك الهيد اللي عليها التول، ان انا لما اعمل حركة دورانية ان انا احرك الهيد بتاعت التول يمين وشمال. يبقى انا الراك اند بينيون دوت استخدمته حول الحركة الدائرية اللي انا مدخلها من اي حاجة الى حركة خطية. الجيرز بتبقى موجودة عندي، موجودة مش كابل اوف جيرز بس زي ما شفنا، بتبقى موجودة زي كيل في جير ترين. الجير ترين دوت بيبقى موجود عندي كذا جير موجودة على different axes، تمام؟ ودوت هندرسه ان شاء الله في مكانه في الكورس باذن الله. دوت انواع لبعض الميكانيزم اللي بتتحرك، ودوت لو احنا بصينا عليه هنلاقيه فور لينك ميكانيزم. فور لينك ميكانيزم عندي الميكانيزم اللينك الاولاني اللي هو دوت بيدور حركة دائرية، اللينك التاني دوت بيتحرك حركة كومبايند ما بين الدائرية واللينير، اما اللينك الاخير برضو بتحرك حركة دائرية حوالين محور رايح جاي. دوت ابسط مثال للميكانيزم نسميه فور لينك ميكانيزم، تمام؟ لان الجراوند هي بتاعتي هي رقم واحد، اما اللينك دوت هو رقم اتنين، واللينك التاني رقم تلاتة، واللينك الاخير دوت رقم اربعة. نوع تاني من انواع الميكانيزم هو البيستون وكرانك ميكانيزم، احنا كنا قلنا اتكلمنا عليه. ونوت وهو بيتحرك انا شايف ان في الحركة الدورانية اللي داخلة متحولة الى حركة خطية، ودوت قلنا موجود في الانترنال كومبانشن انجينز، وموجود في برضو البانشنج ماشينز، ان انا اقدر احرك احول حركة دائرية جايالي من اي الكتريك موتور او اي حاجة اعملها الانبوت واتحولها الى حركة خطية زي ما انا شايف رايح جاي. النوع التاني دوت برضو من الميكانيزم بيستخدمه برضو مثلا في المطار وتحت الكباري وكده، هوت ان انا اقدر ارفع بيه لود او ارفع بيه شخص، تمام؟ ايه بنسميه سيزور ليفت ميكانيزم، بيكون من كمجموعة من اللينكات بأثر عليه من اسفل هنا هوت بفورس. الفورس دي بتزق اللينك رقم واحد، ونتيجة لتتابع الفورس بتحصل لي السيزور ليفت كده هوت، وبتحرك لفوق وتحت. النوع التاني دوت برضو ميكانيزم برضو بيكون من اربعة لينكس، تمام؟ ادي اللينك الاولاني اللي هو الارض طبعا، اللينك اتنين اللي هو اللون الازرق دوت بسلايد جوه الرينك التاني فدوت الجزء رقم تلاتة، اما الجزء الاحمر دوت فبناخد الرقم اربعة، يبقى دوت برضو اربعة لينك ميكانيزم. لو احنا شفنا كده دوت الجزء رقم تلاتة هنلاقي النقطة ده هي رايح جاي جوه الجزء رقم اربعة اللي متلون باللون الاحمر هنا هوت. دوت نوع برضه نفس الميكانيزم هنا هوت، بس الميكانيزم بدل ما هو كان هوريزونتال بقى فيرتيكال هنا هوت. ادي الكرانك بيلف والجزء التاني بيعمل سلايدنج جواه. لو انا بصيت على هوت لاحظت هلاقي السلايدنج دوت طالع فوق ونازل بعد كده تحت، او كده طالع لفوق وابتدى كده هوت ينزل لتحت، بحيث ان هو يقدر لي يحرك لي الخط اللي فوق دوت رايح جاي دوت اللي انا الاوتبوت اللي بكون عايزه منه. دوت برضه فور لينك ميكانيزم.
هنتعرف نوبة على degree of freedom أو mobility. أنا لو عندي ألم زي اللي موجود هنا أول كده وحاولت أحركه على الصفحة بيبقى عندي 3 degree of freedom. أما لو كان موجود في السبيس فهيبقى فيه 6 degree of freedom. تمام، 3 transition في اتجاه الاكس والواي والزد، وثلاثة روتيشن على حوالين كل اكسيس. عندي الميكانيزم نقسمها لكلوزد ميكانيزم واوبن ميكانيزم. الكلوزد ميكانيزم بيبقى النهايات بتاعته زي الفور لينك ميكانيزم عندي متحدده هنا اهوت، تمام، فدوت بنسميه كلوزد ميكانيزم. تمام، اما الاوبن ميكانيزم النهايه الاخيره دهيت بتبقى موجوده متحركه عندي زي اللي موجوده في الاندستريال ارمز اللي هي بتبقى الروبوتس اللي هي موجوده في المصانع، اولا انا عايز احرك بيها اي حاجه. فدوت عندي نوعين من الميكانيزم اوبن وكلوزد. الديجري اوف فريدم بتتحدد على ازاي انا بقدر احدد الاندبندنت كوردينيتس اللي بتحرك فيها. لو انا درست كل لينك لوحده اللي هو موجودين عندي بلاقيهم عندي كل لينك لوحده بيقدر تعمل 3 ديجري اوف فريدم، واحده في اتجاه الاكس والثانيه في اتجاه الواي بالاضافه للروتيشن. لو انا كونكتد في جوينتس اصبحوا 4 ديجري اوف فريدم بس. تمام، وكل فول جوينتس بيبقى فيه 2 ديجري اوف فريدم، حصل اليمينيشن ليهم. ازاي بحسب الديجري اوف فريدم للميكانيزم كامل؟ في معاه معادله جروبلر. المعادلة ده هي بتقول ان 3 number of links ناقص 2 الفول جوينتس ناقص 3 number of grounds. بان دايما انا عندي 1 جراوند فانا اقدر اشيل الجي، تمام، واحط مكانها 1 فتتحول المعادلة لديجري اوف فريدم تبقى بتساوي 3 ال ناقص 1 ماينس 2 الفول جوينت جي. جه كودز باتش عمل موديفيكيشن للمعادله دهيت وقسم الجي الى 2 بارتس. اول بارت عندي جي 1 اللي هي نمبر اوف فول جوينتس، وجي 2 اللي هي نمبر اوف هاف جوينتس اللي هي 2 ديجري فريدم، وسبق ان احنا شرحناها قبل كده. يبقى دي المعادله اللي اقدر احسب بيها اي ديجري اوف فريدم بالنسبه لي. تمام، بعد النمبر اوف لينكس، بعد كده اهوت النمبر اوف فول جوينتس اللي هي رمزها جي 1، بعد كده اهوت النمبر اوف هاف جوينتس اللي رمزها جي 2. ده اكزامبل. انا اهوت اول حاجه لازم نعد عشان اعوض في المعادله، لازم اعد النمبر اوف لينكس. اول لينك اللي هو الجراوند واخد رقم 1، بعد كده كرانك الاولاني او اللينك الاولاني اللي بيبقى عليه الحركه بنديله رقم 2، بعد كده 3 4 ثم 5 التراي لينك. واخدين بالنا ان احنا تراي لينك يعني في 3 نودز. بعد كده اهوت عندي اللينك رقم 6 واللينك رقم 7، وبعد كده اهوت اللينك رقم 8. يبقى انا عندي 8 لينكس. بعد كده اهوت هنعد النمبر اوف فول جوينتس ما بين الجراوند اللي هو رقم 1 وما بين اللينك رقم 2، ادي اول جوينت. ما بين اللينك رقم 2 و3 ادي الثاني جوينت. تمام، ما بين اللينك رقم 3 و4 و5 هلاقي 2 جوينتس، لان النمبر اوف جوينتس بتساوي النمبر اوف لينكس ماينس 1. يبقى كده اهوت عندي 2 و2 4 4 مع الجراوند ادي كده بقينا 5، 5 مع 6 بقينا كده 7، 6 مع الارض بقينا كده 8. هنا اهوت 9 تمام و10 هو ما بين 7 و8، يبقى انا عندي 10 فول جوينتس. اما هنا بالنسبه للمساله دهيت مفيش اي جزء بيتحمل 2 ديجري اوف فريدم، يبقى انا عندي السيستم دوت في 0 هاف جوينتس. بعوض في المعادله يطلع لي ان ديجري اوف فريدم بتاعت السيستم دوت عباره عن 1 ديجري اوف فريدم. السيستم دوت برضه الميكانيزم دوت برضه نقدر نعدله النمبر اوف لينكس اللي هم واضحين عندي ان هم 6 لينكس. تمام، لو احنا تتبعناهم من اول لينك رقم 1 اللي هو الجراوند، اللينك رقم 2 3 4 5 ثم 6، بنلاحظ دوت ان انا اقدر برضه اعد النمبر اوف فول جوينتس. عندي رقم 1 و2 3
تمام. ثم بين اللينك وما بين 4 و5 و6 في عندي 2 جوينتس، ادي كده اهوت كده 5، وبعدين الهاف جوينت اللي بين 5 و3 ادي كده 6، وبعد كده اهوت ما بين 6 والجراوند في كده 7 فول جوينتس. بلاحظ انا اهوت ان اللينك رقم 3 بيعمل سلايدنج على الجراوند، يبقى هو 2 ديجري اوف فريدم، يبقى انا عندي احط جي 2 ب1 انا اهوت. لو انا عوضت في المعادله الاقي الديجري اوف فريدم بتاعت السيستم دوت بزيرو، يعني غير مسموح له بالحركه. طيب يبقى انا عندي لو طلعت الديجري اوف فريدم اكتر من زيرو بنسميه ميكانيزم، لو الديجري اوف فريدم بتساوي زيرو بنسميه ستراكشر، ودوت اغلب الشغل بتاع زمايلنا في مدني بنسميه ستراكشر. بتبقى الديجري اوف فريدم ما بيتحركش، عمرنا ما شفنا كوبري بيتحرك او سقف بيتحرك، بيبقى ده ستراكشر. الديجري اوف فريدم لما نيجي نحسبها له بتبقى بزيرو. اما لو كانت طلعت الحسبه بتاعتنا اقل من زيرو تمام بنسميه بريلودد ستراكشر. هناخد اكزامبل تاني، ادي الفور لينك ميكانيزم بتاعنا تمام، في 4 لينكس بالاضافه ل 4 فول جوينت. الاربعة فول جوينتس موجودين عندي نقط A و B و C و D تمام، وغير موجود فيه ولا هاف جوينتس، فالديجري اوف فريدم بتاع الميكانيزم دوت 1. اما لو جيت بصيت انا اهوت للميكانيزم دوت، هو عباره عن 3 لينك و3 هاف فول جوينتس موجودين عند A و B و C ومفيش ولا هاف جوينتس، فبالتالي دوت لو انا جيت حوطت في الديجري اوف فريدم الاقيه زيرو، واضح جدا ان هو ستراكشر وهو ما بيحققش حاجتين صراحه، الديجري اوف فريدم بزيرو بالاضافه ان هو متكون من 3 لينكس، وقلنا عشان الاقي ميكانيزم لازم يكون 4 لينكس. اما بالنسبه للاستراكشر الاخير تمام دوت عباره عن 2 لينك فقط، واحد منهم واخد شكل نص دايره والشكل الثاني لينك ستريت كونكتد مع بعض، يبقى انا عندي النمبر اوف لينكس 2 والنمبر اوف فول جوينتس 2، يبقى انا عندي هنا اهوت بيطلع ناقص 1 فبنسميه بريلودد ستراكشر، دوت بيبقى موجود عند مدني في موجود في الاوبب والحاجات اللي هي بتستخدم هاف دايره تمام، تبقى بنسميه بريلودد ستراكشر. ده ميكانيزم تاني برضو الاستراكشر دوت، لو انا عديت النمبر اوف لينكس اللي في موجوده فيه حاليا 5 بالاضافه للجراوند، انا معلم ان اهوت 1 2 3 4 والجراوند يبقى 5 تمام. لو عديت النمبر اوف فول جوينتس هتلاقيهم من عند نقطه او وبي وسي ودي و 4، يبقى برده 5، يبقى الديجري اوف فريدم بتاع الميكانيزم دوت 2. الميكانيزم اللي تحت تمام الديجري اوف فريدم بتاعته 0، لو انا رجعتها كده اهوت هلاقي عندي 9 لينكس موجودين، وبالاضافه عندي ال 12 فول جوينتس موجودين، مفيش هاف جوينتس تمام. لو انا عديت الفول جوينتس هناوت هبتدي من نقطة 0 عندي فيها 2، نقطة B في عندي 2 برضو، نقطة C فيها 2، نقطة D فيها 3، نقطة E تمام ب 4 و 7 و 8 فيها 2، بالإضافة ما بين 8 والأرض في 1، لو أنت عديت اللي أنا قلتهم كلهم هتلاقيهم 12. جراشوف كونديشن بنتعرف عليه، هو بيقول ان انا عندي المجموع اصغر لينك واكبر لينك لازم يكونوا اكبر من التو لينكس الباقيين دوت عشان يتم حركة عندي. يبقى انا عندي فور لينك ميكانيزم بطبق عنده الكونديشن دوت تمام. لو انا عندي الفور لينك ميكانيزم دوت يبقى لازم عندي اصغر لينك زائد مجموعه زائد اكبر لينك بيكون اقل من الاثنين التانيين. لو انا بصيت على لينك زي اللينك دوت، عندي اصغر لينك هنرمز له بالرمز اس، واكبر لينك هنرمز له بالرمز ال تمام، لازم يكون اقل من او يساوي الاثنين لينك التانيين. الميكانيزم دوت لو كان الاثنين ال مينيمم زائد ال ماكسيمم اكبر من الاثنين الريميننج دوت بنقول الميكانيزم دوت ما بيك ساتسفاي كراشوف لو تمام، وبنسميه في الحاله ديت دبل روكر ميكانيزم تمام او تريبل روكر ميكانيزم.
وفي الحالة دهيت مفيش ولا لينك بيقدر يلف 360 درجة. جراشوف كونديشن دوت الحالات بتاعته سمى الميكانيزم في الاول خالص كرانك روكر ميكانيزم، ده بقى بشورت سلينك، ده عندي بيبقى adjacent للفيكسد لينك، بيطبق الكراشوف كونديشن الشورت سلينك بلس اللونج سلينك اقل من تو اذر لينك، والشورت سلينك بيرمز له دايما بالرمز كرانك انا اهوت او بنديله اسم كرانك. النوع الثاني بنسميه دبل روكر ميكانيزم، انا بعمل فيكسنج لللينك الاوبوزيت للشورت سلينك برضو دوت ساتسفاي الكراشوف لو تمام، واللينك اللي الاذرز بتسميها روكرز. الدبل كرانك ميكانيزم الشورت سلينك بيبقى فيكسد في الحاله دهيت تمام، ويبقى الشورت سلينك برضو بيطبق واللونج سلينك اقل من التو اذر لينكس كراشوف لو تمام. بنسمي اللينك اللي قريب من الشورت سلينك بنسميه كرانكس. تشينج بوينت ميكانيزم اللي هو الاخر نوع، الشورت سلينك ممكن يكون اي لينك وبيطبق في الحاله ديت كراشوف ليه، بس في حاله ايكوال ان الشورت سلينك بلس لونج سلينك بيساوي التو اذر لينكس دوت كرانك روكر ميكانيزم. الكونديشن عندي كان بيقول ايه في الكرانك روكر ميكانيزم، ان الشورت سلينك ادجيسنت للفيكسد لينك. لو انا بصيت للفيكسد لينك انا هو تمام اللي هو اللينك اللي هو موجود تحت تمام اللي هو الجراوند، الشورت سلينك اهوت دوت اصغر لينك موجود عندي، الاحظ ان اللينك دوت بيقدر يعمل فول سيركل. لو انا قلبت الميكانيزم انا اهوت برضو من فوق انا اهوت دوت الفيكسد لينك، اما اللينك دوت هو الشورت سلينك ادجيسنت لي تمام هو اللي جنبه تمام، فدوت يقدر يعمل فول سيركل 360 درجه ودوت كراشوف سلو. ده بنسميه النوع دوت كرانك روكر ميكانيزم. اما الميكانيزم دوت بيقول لي الدبل روكر ان انا الشورت سلينك اوبوزيت المقابل للفيكسد لينك، ادي الفيكسد لينك اهو، اما الشورت سلينك قصاده انا اهوت، يبقى دولت الاثنين التانيين دولت يقدروا يعملوا دوران 360 درجه، لذلك سميته دبل روكر. النوع دوت بنسميه دبل كرانك تمام. الدبل كرانك بيقول ان الشورت سلينك هو الفيكسد، اصغر لينك هو الفيكسد لينك، وباين انا اهوت ان دوت اصغر لينك هو الفيكسد لينك تمام، وبيطبق انا اهوت. بنلاحظ برضو ان الكرانكس الاثنين التانيين بيقدروا يعملوا 360 درجه دوران حوالين الاوريجين بتاعهم. بناخد مثال على كراشوف سلو اخر حاجه في المحاضره، ان انا عندي انا اهوت ميكانيزم، الميكانيزم دوت انا واخد عندي الطول ال2 جيفن 100 ملم، ال3 200 ملم، ال4 300 ملم، اللينك ال او الفيكسد لينك، ال2 هو الدرايفر، ال3 الكابلر، ال4 الدريفل لينك. السؤال بيقول لي فايند الفاليوز بتاعت الشورت سلينك في الفيكسد لينك ال او، ان انا اقدر اعمل كرانك روكر ميكانيزم او دبل كرانك ميكانيزم او دبل روكر ميكانيزم او تشينج بوينت ميكانيزم، اللي هي الميكانيزمات اللي احنا اتعرفنا عليها. بيديني نوت نوت ان اللينك اللي هو رقم 2 هو دايما الدرايفر. في الكرانك روكر ميكانيزم قلنا الشورت سلينك ادجيسنت تو ذا فيكسد لينك تمام، فانا عندي كرانك ماست بي ذا شورتست، يعني ال او اكبر من 100. لو انا حطيت ال او بتساوي ال تمام، يبقى انا اقدر اعوض في المعادله تمام بتاعه كراشوف سلو السمولست لينك ال او تمام وزائد 100 اقل من 200 و300، يبقى ال او اقل من 400. ده اول كونديشنز. تاني كونديشنز ممكن يكون ال او دوت هو ال اي اذر لينك، يا اما ال اي يا اما ال بي، فانا عوضت مكانه، يبقى انا ال 100 ديت اصبحت اصغر حاجه، 300 هي اكبر حاجه، وانا حطيت ال او اللي انا لسه عايز اعرف طوله و300
وزائد 200 اللي هو الاذر لينك اللي مش موجود يطلع لي ال او في الحاله دهيت اكبر من 200. فالكونديشن عندي اصبح ان انا ال او لازم تكون اكبر من 100 ومحصوره ما بين 200 و400 دوت الكونديشنز الثاني عشان احقق الكرانك روكر ميكانيزم. عشان احقق الدبل كرانك روكر لازم يكون الفيكسد لينك لازم يكون الشورتست. لو انا عوضت في المعادله بتاعه كراشوف سلو لازم يكون هو اقل من 100 فهيطلع لي ان ال او اقل من 0 دوت مش ممكن يحصل. فمعنى كده ان الميكانيزم دوت ما اقدرش انفذه بالاطوال اللي موجوده عندي. نفس الكلام عندي في الدبل روكر ميكانيزم الكابلر باست بيزا شورتست ودوت مش موجود عندي لان ال 2 اقل من ال 3 فما اقدرش انا احقق الدبل روكر ميكانيزم. بالنسبه لاخر ميكانيزم عندي التشينج بوينت ميكانيزم. التشينج بوينت ميكانيزم بيقول لي ان اللونجز زائد الشورتس بيساوي التو اذر لينكس. يبقى انا لو عوضت انا اهوت افترضت ان ال او هي اللونجست تمام يبقى انا عندي ال او ب 400. لو فرضت ان ال او اللي هي الشورتس يبقى عندي ال او ب 0 يبقى انا عندي في الحاله دهيت ما اقدرش اكون تشينج بوينت ميكانيزم. ممكن برضو افرض ان ال او اي اذر لينك تمام بي او كيو فانا خدت 100 و200 بتساوي ال او زائد 200 يبقى ال او في الحاله دي بيساوي 200. يبقى انا ممكن احقق التشينج بوينت ميكانيزم عن طريق ان انا يكون ال او ب 400 وال او بتساوي 200. دوت كان نهايه الاكزامبل ونهايه المحاضره الاولانيه.